عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد التي نناقش فيها إشكالية ضعف نسب النجاح في موريتانيا، الأسباب والآثار. فقد أعلنت وزارة التهذيب الوطني مساء الجمعة الماضي نتائج امتحانات البكالوريا للعام الدراسي 2022-2023، وتشير المعطيات إلى ارتفاع نسبة النجاح خلال العام 2023 إلى نحو 15%، 15.89% مقابل 12.81% خلال العام 2022. بلغ عدد المؤهلين للدورة الثانية خلال العام الحالي 5636، أي ما يعادل 13.29% مقابل 4143 في العام الماضي، وما يمثل نحو 11.88%. إذا نحاول إن شاء الله في هذه الحلقة نناقش الأسباب التي تؤدي إلى أو أدت إلى ضعف نسب النجاح، وهذه النسب ظلت ضعيفة خلال السنوات وربما العقود الثلاثة الأخيرة. ويطرح في هذا السياق مجموعة من الأسباب أدت أو تؤدي إلى هذه النسب الضعيفة. يسعدنا أن نناقشها في هذه الحلقة، ومن خلالها نناقش أيضا أهم إشكالات التي تعاني منها المنظومة التعليمية في موريتانيا وسبل إصلاحها وعلاجها. يسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ محمد نولا الرباني، مفتش تعليم وخبير تربوي. مرحبا بكم أستاذ محمد. في البداية، الأسباب، ما هي الأسباب العامة لهذا الضعف الذي أشرنا إلى أنه ليس جديدا هذه السنة، وإن كان بدأ يتحسن خلال السنوات الأخيرة بنسب ضعيفة، ولكنه في عمومه من 8% نسب النجاح إلى 12-15%؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أشكر قناة الوطن على إتاحة هذه الفرصة، وأشكركم على الاستضافة. فعلا نحن في أزمة كبيرة، لدينا أزمة تعليم خانقة، ومن مظاهر هذه الأزمة هذه النسب في الامتحانات الوطنية. حينما نقول أن نسبة النجاح في البكالوريا 16%، ونفرح بأن ثمة تحسن، فهذا يعني أننا في أزمة كبيرة. أود أن أشرح للمواطن البسيط ما معنى 16%. معناه أنه من كل 100 نجحت 16 شخص، من كل 100 طالب، من كل 100 مترشح نجح 16 فقط، وبقية 84 لا ندري ما وصلوا. أية أزمة أشد من هذه؟ بكالوريا شهادة لها ما قبلها ولها ما بعدها. لها ما بعدها لأنها لا تستفتح أبواب المعاهد والجامعات إلا بها، ولها ما قبلها لأن اليوم من درس أكثر من عقد من الزمن فلم يحصل على البكالوريا لم يدرس، ولا يمكن أن يجد وظيفة مناسبة، ويكون صعب التأهيل. يعني هي شهادة محورية، وهذا يفسر لنا دائما اهتمام الأهالي والتلاميذ بها، والضغط النفسي الذي يكون على المترشحين فيها. إذا نحن في منظومة تربوية حقيقة متأزمة، منظومة تربوية يكفي من مظاهر ضعفها عندما نقول في سرها أننا هذه السنة نجد من يستفسر بهذه النتائج، وهذه النتائج من مستوى الضعف 15.9 من 15.9 و16%. أهب أنها من خلال الدورة 6 تجاوز 20 من كل يعني عندنا 4 على 5، عندنا 4 أخماس فشلت في هذه التجربة. هذا أسبابه حقيقة هو واقع المنظومة التربوية. المنظومة التربوية للأسف في منتهى الضعف، سواء تعلق الأمر بواقع المدرسين الذي يعيشون فيه، نظرة الناس إليهم، أو تعلق الأمر بالوسائل والوسائط التربوية التي تعين على التدريس، أو تعلق الأمر بالبناء والمؤسسات، أو تعلق الأمر حتى بدور الوكلاء ودور الأسرة
التربوي حققته. كل هذه الأمور الحقيقة نجد فيها ضعفا كبيرا. وبالتالي منظومة تربوية لا تحترم المدرس ولا توفر له الظروف المناسبة تجعله مشغلا بهموم الحياة، تجعله يبحث عن مصدر إضافي، تنسيه في البحث العلمي وفي المراجع وفي المطالعة الجديدة، تلهيه حتى عن التحضير الجيد، من الطبيعي أن تكون نتائجها طيب. هكذا. ربما يطرح قبل أن ندخل في تفاصيل الإشكالات العامة التي يعاني منها التعليم، من يطرح في هذا السياق أنه من أسباب الرئيسية لضعف النسب النجاح هو المبالغة في موضوع امتحانات البكالوريوس، حيث صعوبة الأسئلة حتى صعوبة التصحيح أو إشكالات متعلقة بالتصحيح، وأن العديد من دول العالم تجاوزت المنهجية التي نعتمدها في البكالوريا من حيث تصعيب البكالوريا، من حيث تشديد فيها، من حيث اعتبارها، ربما أشرت إلى ذلك بكلمة، لها ما قبلها ولها ما بعدها، أنها مرحلة فاصلة من التعليم، بينما أغلب دول العالم أو بعض دول العالم لا تعتبر مرحلة البكالوريا امتحانا بمعنى الكلمة، أنه مجرد مثل أي تجاوز مثل أي سنة دراسية أخرى. هل الإشكال هنا؟ في الحقيقة مما يتعلق بالامتحانات والأسئلة وحتى البرامج، من الوجاهة أن نقول أنه فيه مستوى من الصعوبة، خاصة أننا أن هؤلاء إدارة الامتحانات أو الذين يكلفون بالأسئلة وحتى قاع الفكرة العامة أو النظرة العامة لدى الأستاذ دائما هو مرتبط بما كان معهود أصلا في البكالوريا في عقد الثمانين وعقد التسعين عندما كانت المستويات أفضل منها حالا وأفضل. وبالتالي فعلا حتى المقررات نجد صعوبة لدى التلاميذ في استيعاب الكثير منها. مثلا إذا أخذنا مثلا اللغة العربية نجد أن معظم التلاميذ يجدون صعوبة كبيرة في استيعاب الشعر الحر، ويجدون صعوبة كبيرة في استيعاب النثر عموما، قصة، رواية، مسرحية، يجدون صعوبة فيها. إذا نظرنا مثلا إلى التشريع الإسلامي نجد أن التلاميذ يجدون صعوبة كبيرة مثلا في التركة وفي مواضيع أخرى. كذلك أيضا الطبيعة العامة لمنظومة التربوية عموما في الامتحانات تتجه إلى تصعيب الأسئلة. ولذلك مثلا سمعت بعض الزملاء يناقش بعض المواضيع هذه السنة يقول هذا ليس امتحانا. يعني في الحقيقة تفكر في تعجيز لا ليس امتحان لسهولته هو يقارن بين المراحل. بعض الزملاء انتقد بعض المواضيع وقال إنها في منتهى ضعف وفي منتهى السهولة. أنا كنت أناقش بعضهم قلت له ننظر إلى نسبة النجاح، فإذا نجحت 80% فهذا فعلا يعني أنها سهل وأنها متجاوزة، لكن إذا نجحت لنا 10% أو 15% فهذا يعني أن الأسئلة مهما بدت لي أنا كمتخصص وبدت لك أنت كمتخصص وبدت لي من هو مستوانا أنها سهلة جعلت التلميذ صعبة. ولذلك أنا أنصح الذين يطرحون الأسئلة أو إدارة الامتحانات أو أصحاب القرار أن ينزلوا من هذه الأبراج العاشية قليلا، أن هناك فعلا مستوى من 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 صعوبة المواد المطروحة مقارنة بمستويات الطلبة مقارنة بالمستويات. ولو لم يكن الأمر كذلك ما كنا نصل إلى أي نتيجة. نحن التربويين نقول مثلا أن الامتحان الجيد أو أن السؤال الجيد هو ذلك الذي يمكن أن يجيب أغلبه معظم التلاميذ، ولا يمكن أن يجيب على معظمه ضعاف التلاميذ، ولا يمكن أن يجيب على جميعه إلا أجاوي التلاميذ. إذا ما دمنا نضع أسئلة ونضع امتحانات لا يمكن أن يجيب عليها إلا في أحسن الحالات ربع أو خمس أو أقل من خمس
المتهنين، فمعناه أنه طبعا هناك مشكلة على الأقل، إن لم نقل أنها منهجية فهي على الأقل في عدم استيعاب الواقع. أنك لما تستوعب أن التلاميذ الذين تدرسهم ليسوا على المستوى الذي تتصور أنت أنهم يجب أن يكونوا عليه. وأيضا هنا ينبغي للمناظرين للبرامج والذين يطرحوا البرامج أن يعوا هذا الواقع، وأن تكون البرامج مبسطة بحيث تستجيب إلى مستوى هذا الواقع. فلا معنى لأن ندرس مواضيع أحيانا تكون الارتباط لها بالواقع، وأحيانا تكون في منتهى النظرية وفي منتهى التجريد وفي منتهى العمق بالنسبة لهؤلاء. لا أنكر أيضا أن هناك عامل آخر، أن البكالوريا بصورة خاصة أنها يترشح لها الكثير ممن ليسوا نظاميين، وهذا يجعل النسبة من المجموع ربما لا تعكس الجهد التربوي القائم فعلا. مثلا لو كنا نحسب فقط الطلاب الذين كانوا يدرسون نظاميا أمام أساتذتهم وفي مؤسسات نظامية لكانت النسبة أحسن بلا شك. لا شك. طيب، من الأسباب التي تطرح عادة في هذا النقاش وفي هذا السياق ضعف مرحلة ما قبل الثانوية، المراحل الابتدائية والإعدادية عموما مراحل ضعيفة مستوى التعليم فيها، وخاصة في الداخل، إما لعدد عدم توفر مدرسين أو قلة أعدادهم، إما لضعف المستويات عموما، إما لعدم حتى وجود بنية تحتية للتمدرس في العديد من المناطق. برأيك هل هذا السبب، هل هذا من الأسباب الرئيسية بالفعل لأسباب لتدني سبب النجاح في الامتحانات؟ لا شك أن هناك أمورا تؤثر على العملية التربوية عموما وعلى الامتحانات الوطنية بصورة خاصة. هو سوء تسيير المصدر البشري للوزارة. أننا نجد مثلا في بعض المناطق وفي بعض الإدارات هناك فائض تجد فائض في المدرسين، فائض في العمال الذين أصلا مدرسين. تأتي إلى بعض الإدارات تجد فيها أكثر من 100 مدرس، في حين أنها هي يمكن أن يسير أعمالها نحو 20 أو نحو 30. هؤلاء مكانهم ينبغي أن يكون القاعات، وينبغي أن يكون ذلك على معايير وعلى أسس موضوعية ليس فيها ظلم وليس فيها محاباة وليس فيها محسوبية. تجد مؤسسة. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. أستاذ محمد، كنا نتحدث قبل هذا الخلل الفني عن أسباب ضعف نسب النجاح في الامتحانات الوطنية، وأشرت إلى المشاكل المتعلقة بسوء توزيع ما أسميته سوء توزيع المصادر البشرية. صحيح، هذا مؤثر كثيرا على تحصيل التلاميذ عموما، وخاصة إذا كانوا يترشحون للامتحانات الوطنية. الامتحانات الوطنية فيها إشكالية. المدرس العادي في الامتحانات العادية يختبرك فيما قدم لك، ولو لم يقدم لك إلا ثلث الامتحان ثلث البرنامج قرر فإنه يمتحنك فيه. الامتحانات الوطنية هذه تفترض أن كل الطلبات تلقى، وبالتالي من يطرحها يفترض أن الطالب تلقى المقرر اكتمل، وبالتالي هو يمكن أن يطرحها من أي مكان من المقرر، من أي محور من محاور المقرر. هذا يجعل من اللازم على التلميذ المترشح لها أن يستكمل المقررات، وأن يستكملها أيضا بدقة واستيعاب وفهم حقيقي. إذا لم يكن لديه أستاذ متميز سيكون حقيقة في أزمة، أحرى إذا لم يكن له أستاذ أصلا. وعموما هذا يفتقد في مناطق الداخل، لأن المتميزين غالبا يريدون أن يكونوا في مناطق توفر لهم سبل الحياة
وبالتالي تعلم أن المدرسين دائما يبحثون عن التحويل من الداخل إلى إما إلى عواصم ولايات أو إلى الكبرى نواكشوط أو إلى نواكشوط ونوادي بقعة تحديدا أو إلى العواصم الولايات التي يكون بها، وبالتالي تكون المناطق الداخلية دائما تعاني من فقد الأساتذة. هناك أيضا إجراءات منذ التسعينات تؤثر في النهاية على التحصيل النوعي للتلاميذ، منها أنك منذ التسعينات أصبح من المعتاد عندنا أن كل أستاذ مادة علمية يدرس جميع المواد العلمية، وهذا خطأ، فأنت قد تجد أستاذ للرياضيات وهو لا يحسن العلوم ولا يستوعبها، وقد تجد أستاذا للعلوم وهو لا يحسن الرياضيات ويستوعبها، وقد تجد أستاذا للعربية وهو لا يجيد التربية الإسلامية، والعكس صحيح. أحرى أن يجيد التاريخ، أحرى أن يجيد الفلسفة والتربية المدنية. فأن تجد، وهذا كثير، أستاذا يدرس مادتين أو ثلاث مواد علمية يتحول إلى أستاذ قسم بدل من أستاذ المادة التي هي تخصصه أصلا الذي أصلا اختير عليه. إذن عدم توفر الأساتذة عموما وخاصة الأساتذة النوعيين في، ولهذا نجد أن التقرير الذي تقدمه الجهات الرسمية عادة يكشف عن أن بعض المؤسسات يكون نسبة النجاح فيها صغرية، تكون نسبة النجاح فيها صغرية، وهذا لا شك أمر فظيع. أمر فظيع، ومن أهم أسبابه غياب الأستاذ، لأنه حيث وجد الأستاذ لا سيما إذا كان مقتدرا مهما كان من ضعف التلاميذ لابد أن يرتقي تظهر بصمته على لابد أن يرتقي ببعضهم على الأقل. طيب أستاذ محمد، هنالك من يشير أيضا إلى مشاكل مرتبطة بالمناهج التربوية وخاصة الإصلاحات التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، وخاصة ما يتصل منها بالسياسة اللغوية أو الازدواجية اللغوية، أن الطلبة يجدون صعوبة شديدة ليس فقط في فهم المواد وإنما في تجاوز الإشكال اللغوي. صحيح، المناهج نحن أشرنا إلى شيء من هذا، قلنا أن بعض المقررات الدراسية تكون صعبة الاستيعاب بالنسبة للتلاميذ، وخاصة في مرحلة الثانوي وبالأخص في مرحلتي في قسم البكالوريا. وهذه المسألة قديمة، أنا مثلا أذكر كنت أدرس في بداية القرن في ثانوية الزويرات، كنت أدرس السادس في تلك الفترة، ما زال هو القسم النهائي، السادس آداب عصرية، كنت أدرسه الأدب. ففي بعض الأيام قال لي أحد نبهاء الطلبة، قال لي مستوى هذه اللغة ومستوى هذا التحليل ومستوى هذه المعلومات تشحف بنا، هذا لم نعرفه من قبل، بالتالي نحن نجد صعوبة في مواكبة هذا المستوى. وهذا فعلا من الأمور اللي كما قلت ينبغي أخذها بعين الاعتبار. وأنا من خلال معرفة مثلا بالمناهج أظن مثلا أن قسم التربية الإسلامية أنه في المراجعة الأخيرة أنه أخذ هذا الأمر حدث فيه تطور قسمه إلى حد كبير، فحذف بعض المواضيع التي فيها صعوبة من قبل مثلا قواعد العلة وبعض مسائل العلة وتعارض مسائل متخصصة، مسائل متخصصة جدا، التلميذ إذا لم يكن سيواصل في هذا التخصص لن يبقى معه منها شيء، وسيجد أصلا صعوبة. بل لا أفشي سر إذا قلت إن بعض زملاء الأساتذة قد يجد صعوبة في استيعابها أحرى في تدريس إيصالها. الأمر الثاني فعلا الذي أشرت إليه هو مسألة اللغة. مسألة اللغة هذه فعلا مسألة تطرح إشكالا، خاصة في الآداب الأصلية. أنا قرأت بعض التدوينات لمهتمين بقضايا التربوية،
ذكر أنه حتى في العصر الأوائل في الآداب الأصلية بعضهم يتحتم عليه أن يسري امتحان الدعاء نتيجة لنتيجته في اللغة الفرنسية تضعف في نتيجة في اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية تطرح إشكالا كبيرا. طيب تطرح إشكالا كبيرا من حيث يعني في أغلب دول العالم على الأقل هناك لغتان، هناك لغة البلد، هناك لغة عالمية يعني افترضنا. بالتالي لماذا هناك إشكال في اللغة الفرنسية؟ لغة تدرس كلغة. وهناك لغة تدرس بها المواد. المعتاد والذي تثبت التجارب البشرية معاصرة أنه هو الأنجح أن تكون لغة التدريس اللغة الأم للمواطن أو أقرب اللغات إليه. وهذه عندنا هي اللغة العربية، إما هي اللغة الأم للأغلب أو أقرب اللغات للآخرين باعتبارهم مسلمين يقرؤون القرآن كلهم. لا يوجد موريتاني في الحال العادي إلا يبدأ مساره بدراسة الأحرف العربية وقراءة القرآن، وأحيانا كثيرا قبل التمدرس. بالتالي هذه اللغة التي تستخدم الناس في يومياتها وفي حياتها العادية هي التي ينبغي أن يدرسوا بها. هذا هو الطبيعي. اللغة الأخرى اللغة الثانية نجد أن التلاميذ يجدون صعوبة في استيعابها. أنا كان بعض الإخوة يقول لي أنه أخذ بعض أطفاله وبدأ يستفسرهم عن إشكالات في الفيزياء، شكوا إليه ضعف صعوبة الفيزياء. فقال الطفل أي الفيزياء يستعصي عليه؟ قالت هو أحيانا يقول لنا اكسبليك مصطلح اشرح يعني مجرد مصطلح. هذه لغة. من لم يستوعب اللغة اختصارات معينة يستوعب المادة العلمية. المادة العلمية استيعابها فرع عن استيعاب اللغة. وهذا ما تقوله التجربة. تقول التجربة اليوم عندنا أن التدريس بهذه اللغة أنه أوصل إلى النتيجة. أكثر المتضررين به هي الشعوب التي تعتبر هذه اللغة مفروض أن تكون اللغة أساسية هي الآداب العصرية. يا أخي في بعض السنوات الماضية الآداب العصرية نسبة النجاح فيها كانت 1%، هي نسبة صفرية. يعني تصور أن كل 100 ينجح فيهم 1 أو 2. ما هذا يا أخي؟ هذا ليس. ثم تليها في الضعف العلوم الطبيعية لأن المواد العلمية تدرس فيها. تلاميذ الرياضيات من نوع آخر غالبا من نوع آخر. أولا المادة الأولى التي هي مادة الرياضيات لا تحتاج مستوى كبيرا من اللغة مجرد القامع. أغلب هؤلاء يكونون أصلا من الأذكياء المتميزين الذين لا تستحصي عليهم غالبا مادة. إذا لا إشكال، لا أظن أن هناك مشكلة كبيرة ما يتعلق بها. المجادلة في أن اللغة اليوم تعد عائقا أمام التلاميذ. طيب نأتي إلى السلطات. بدأت السنة الماضية تجربة ما يعرف بالمدرسة الجمهورية والعودة إلى المدرسة العمومية واحتكار مرحلة التعليم الابتدائي على الأقل بتدرج بدأوا السنة الماضية بالسنة الأولى ابتدائية. برأيك ما مدى نجاح مثل هذه التجربة؟ وهل هذا هو المدخل الأساسي لإصلاح التعليم الآن والتغلب على هذه الإشكالات التي نتحدث عنها؟ هذا في جانبين. فعلا يجب على الدولة أن تعتني بالتعليم وأن تضخ فيه الموارد وأن تجعله منافسة، لكن لا ضرورة لمحاربة التعليم الخاص. مع أني لست من أنصاره ولست من المشتغلين به، لكن أرى أن التعليم الخاص ستقضي عليه الحكومة قضاء موضوعيا حينما توفر تعليم عاما كما قال لموظفيها.
يا أخي من الذي سيذهب بأبنائه وينفق عليهم أموالا باهظة أحيانا تكون ليست في طوقه إذا كان يجد تعليما مجانيا؟ على لا يوجد. بالتالي لا أرى أن الخطوة التي قامت بها الحكومة باحتكار المدارس السنة الأولى ابتدائية في العام الماضي على التعليم العمومي شخصيا لا أراها خطوة مناسبة، ولا أرى أنها اتخذت لها إجراءاتها اللازمة، لأن هذا يقتضي بناء مدارس عمومية كافية، يعني اكتتاب مدرسين كافي، يعني توفير الوسائل التربوية الكافية، وهذا لم يحدث في تقديري. قاموا به يعني أعلن عن إنشاء عشرات المدارس وقالوا أكثر مرة أن هذا قرار سيادي وتوجه لدى الدولة. أنا مثلا يمكن أن أعطيك مثالا لمناطق سكنية من المناطق ذات الحمد لله الكثافة السكانية، ومع ذلك المدارس الابتدائية فيها محدودة. خذ مثلا عرفات، عرفات مثلا ما بين المعرض إلى العمود الحادي عشر إلى الأعمدة الثلاثة، هذا المثلث ما شاء الله كبير مكتظ بالسكان، مكتظ بالسكان. كم في المدارس الابتدائية؟ لا يزيد على 4. هل يمكن لأربعة مدارس ابتدائية أن تستوعب هذا الكم ما شاء الله البشري الكبير بهذه السهولة؟ أظن أن الجواب أنه يستعصي موضوعيا أن يقال أنه تماما على النحو اللائق. وكما قلت المنافسة لا تقتضي المنع، اترك المدارس الحرام. طيب، ولكن ربما السلطات تريد في هذا السياق أن تضع يدها على هذه المرحلة المهمة من التمدرس لتضع المنظومة التربوية على السكة كما يقال، تبدأ الموضوع بشكل يعني حتى تعيد الأمور إلى نصابها، لأنه هنالك من يعتبر أن التعليم الحر وخاصة في المراحل الابتدائية بنار إلى ما ضعف الرقابة وإلى الفوضى التي يشهدها القطاع، يعني من الصعب تسيير الموضوع بطريقة على أنه يجب أن تضع يدها، لكن بطريقة قانونية ومنصفة وليس فيها استغلال سياسي، وليست أيضا ظاهرة الخلل. يمكن أن تضع اليد على التعليم بأمرين. الأمر الأول كما قلنا هو أن تضخ الموارد. يا أخي كيف تقول إنك باتجاه أن تؤسس مدرسة جمهورية وأن تحتكر التعليم في هذه المرحلة على المدرسة العمومية، وأنت لا تزيد النسبة المخصصة للتعليم؟ هل تعلم أن ميزانية التعليم في هذه السنة أنها 75 مليار أوقية، وهي نفس نسبة الميزانية في العام الماضي، وأنها تمثل في هذه السنة أقل من 10%. ولكن في 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 وزارات أخرى أيضا تقوم بجانب هذا الموضوع، مثلا وزارة الإسكان تقوم بإنشاء مدارس، يعني ليس الملف التعليمي ليس في كل جوانبه لا يتعلق فقط بوزارة التهذيب، في كل خاصة فيما يتعلق بالمنشآت الجديدة. صحيح، في كل جوانبه لا يتعلق، لكن الجانب الأهم والأكبر منه يتعلق بوزارة التهذيب. الجانب الأكبر ما يتعلق بالمدرسين، ما يتعلق بالمناهج، ما يتعلق بالوسائط التربوية، هذا حصرا يتعلق بوزارة التهذيب. فعلا المباني قد تكون عن طريق جهات أخرى أو تأثر أو كذا قد تكون، لكن حتى أعتقد أنه لو أخذنا المخصصة للتعليم من جميع الوزارات فلن يكون بتلك النسبة التي يمكنها أن تحقق. هذا هو الواقع، يقول هذا، ولا تكابر في الواقع، لا تكابر في المحسوس. نحن أين المدارس العمومية التي يمكن أن تستقطب هذا؟ الأمر الثاني أيضا، توجه إلى المدارس الحرة وافرض عليها أن تستجيب لالتزاماتها وأن تلتزم بالقانون، وأي مدرسة لا تستجيب للمعايير ولا تلتزم بالقانون أغلقها.
شكرا جزيلا. إذا كان نعم. هناك إذا كان هناك مدرسة اختصار. مدرسة عمومية اجتهدت الحكومة على أن تكون فعلا مدرسة جمهورية كما تدعي، ووجدنا مدارس حرة مفرضت على أن تستجيب للقانون لكان هناك تكامل. شكرا جزيلا أستاذ محمد دانول الرباني مفتش تعليم وخبير تربوي على مشاركته معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام أنقل إليكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.